افتتح وزير السياحة اليوم بصنعاء أول فرع لسلسلة مقاهي سكانت كاب العالمية في مول العرب وبحضور عدد من المسؤولين والمواطنين. نتابع. الفرع الأول لسلسلة مقاهي سيكند كوب العالمية في مول العرب جولة رتاك أمام رويشان صنعاء شهد اليوم افتتاح من قبل وزير السياحة معمر الإرياني وبحضور المدير التنفيذي لمجموعة غمضان المهندس يحيى غمضان وعدد من العملاء. سيكند كوب هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم والتي تعتبر الثالثة عالميا بعد ستار بوكس وفوستا، ونرحب باسم الحكومة اليمنية بهذا الاستثمار المميز، ونحن على استعداد لتقديم أي دعم ممكن لإنجاح هذا الاستثمار وغيرها من الاستثمارات. وهذا المنتج يعتبر إضافة نوعية للجمهورية اليمنية. مقاهي سيكند كوب حكاية مقاهي بدأت قبل 39 عاما في كندا وتمتلك الآن أكثر من 130 فرعا دوليا، وتتميز بتقديم القهوة الطازجة والإبداعات الرائعة في المشروبات الأخرى. سيكند كوب طبعا هي شركة كندية تأسست سنة 1975، وهي ثالث شركة عالميا في مجال تقديم القهوة ومنتجاتها، على ما يزيد على 360 فرع داخل كندا، والآن متواجدة في أكثر من 120 دولة حول العالم. هذا سيكون أول فرع داخل اليمن، وسيتبعه فروع إن شاء الله أخرى داخل صنعاء ثم التعز وعدن والمكلا والحديدة. سيكند كوب خدمة عالية الجودة في مقاهٍ تصنع أجواء جذابة.